أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف أنا أنت أعظم نادي في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ببالغ الحزن والأسى سباح الأهلي عمر زياد إبراهيم الذي وافته المنية إثر حادث أليم. وشارك عدد من قيادات الأهلي في تشييع جثمان اللاعب ظهر اليوم بمدينة نصر، حيث حضر صلاة الجنازة أعضاء مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي وحسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر ورؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي ووائل عزت رئيس جهاز ألعاب الكرة الماء والعديد من مدربي ولاعبي قطاع السباحة بالنادي. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته. قرر المكتب التنفيذي للنادي الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد ظهر أمس الاثنين إطلاق اسم الراحل سمير شرشة على بطولة النادي المفتوحة للتنس والتي تقام في مقر الجزيرة خلال الفترة من 22 من فبراير الجاري وحتى 11 من مارس القادم. ويأتي إطلاق اسم الراحل شرشة على البطولة تخليدا لذكراه وعرفانا بما قدمه من عطاء للنادي على مدار سنوات طويلة بعد أن شغل منصب رئيس جهاز التنس في الأهلي فترة طويلة تميز خلالها ببذل الجهد والعطاء مع كل فرق النادي. كما وافق المكتب على تنظيم بطولة دولية للأندية في لعبة الجمباز تحمل اسم النادي الأهلي وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 من سبتمبر القادم. كما وافق أيضا على تجديد أجهزة وأدوات صالة الجمباز بمقر النادي بالجزيرة بشكل كامل. وإلى متابعة أخبار قطاع الناشئين بالأهلي، حيث تتوجه بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مواليد 2005 فجر غد الأربعاء إلى الإمارات للمشاركة في بطولة الكأس الدولية للناشئين بدبي والتي تستمر حتى السبت المقبل. ويرأس بعثة الأهلي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وتضم عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي ونادر خليل مدير التسويق ومحمود صالح نائب مدير قطاع الناشئين وأحمد سمير المدير الفني للفريق وأشرف عثمان إداريا. ويشارك في البطولة 20 فريقا تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات. ويشارك الأهلي في المجموعة الرابعة التي يأتي على رأسها فريق سيلتا فيغو الإسباني بالإضافة إلى فريقي النصر السعودي والأكاديمية الكندية.